مشاهدينا الاحباء في كل مكان في العالم خلال قناه الكرمه برحب بيكم في حلقه تانية من برنامجنا الايمان اعلان وحياه. سرنا جدا ان يكون ضيفنا ومعانا والرب الرب وضع على قلبه هذه الرؤيه خادم الرب الاخ ثروت برحب بيك اخ ثروت. مرحب بيك يا اخ اندرو. حياة استمتعنا قوي في الحلقه اللي فاتت عن تعريف الايمان ولاسيما ولا سيما لما سميت هذا التعريف انه له يعني اوجه ثلاثه التعريف المنطقي التعريف اللفظي التعريف الكتابي لكن كل هذا يستند على مصدر ثقه الله والكلمه وايضا كان اكثر امر يعني بعتقد انه افاد المشاهدين هو على غير المعتاد اكتشفنا ان عبرانيين 11 واحد ليس تعريفا للايمان ولكنه توصيف توصيف للايمان وفرق كبير زي ما حضرتك آه وضحت في الحلقه السابقه. عنوان حلقتنا النهارده بنعمه الرب اهميه وحتميه الايمان. شفنا تعريف الايمان وشفنا ان الايمان بيستمد بيستمد قوته من مصدر ثقه هو الله والكلمه. طب واحد يسالني سؤال ايه اهميه الايمان؟ وهل الايمان بعد ما نعرف الاهميه حتميه ان انا اعيشه؟ بالتاكيد <applause> والا لما كان الروح القدس سجل لنا عن هذه الحتميه مم. وهذه الاميه مم. على صفحات عصمه الوحي المقدس اخ اندرو في مبادئ للعلاقه بين الرب وبيننا مم. او بيننا وبين الرب مبادئ العلاقه ما بين الله والانسان قائمه على عنصرين في معاملات الله معنا بيعاملنا على مبدا النعمه النعمه وفي معاملاتنا احنا مع, مع الله, الله بنعامله على مبدا الايمان مم. علشان كده يعتبر الايمان اهميه وحتميه لا مفر منها ولا بديل عنها ولا الرب له كل المجد يتنازل بشيء اخر غيره مم. علشان كده هنركز على اهميه وحتميه الايمان من ثلاث مناظير اقول بس جمله صغيره يعني احدهم وقد يكون قول منسوب لاحد الاباء ان الايمان هو العمله الوحيده التي تقبلها السماء بالتاكيد بدونه لا يمكن ان احنا نقدر نوصل للسماء علشان كده الايمان بيعمل على محاور ثلاثه اهميه وحتميه الايمان لكونه بيعمل على محاور ثلاثه ناحيه الله وناحيه العدو وناحيه الانسان خلينا نسميهم وبعد كده نرجع للشواهد الكتابيه بالظبط ونتامل في كل زاويه منهم على قدر مم. ما يعطينا روح الله مم. بالنسبه لله يرضى بالنسبه للعدو يهزم بالنسبه للانسان يامن يعني دايره الهيه دايره تجاه العدو دايره تجاه الانسان بالنسبه لله يرضى فعبرانين 11 يقول لنا بدون ايمان, إيمان لا يمكن ارضاء ما فيش وسيله اخرى استطيع ان أرضي بها الله غير على الإيمان. الاطلاق غير الايمان غير الايمان لا صيام ولا صلوات ولا اعمال ولا ممارسات تقصية ولا شعائريه ولا اي حاجه هي امور لاحقه فيما بعد لكن ترتيب ما ايوه الايمان هو الاساس واللي بيخرج منه كل هذه الامور بالضبط كده م. علشان كده بالنسبه لله يرضى م. طب بالنسبه للعدو يقول الكتاب حاملين فوق الكل ترس الايمان الذي به تقدرون ان تطفئوا جميع سهام الشرير الملتهبه طب وبالنسبة للإنسان يقول الكتاب في أخبار الأيام الثانية عشرين عشرين آمنوا بالرب إلهكم فتأمنوا آمنوا بأنبيائه فتفلحوا وعندنا آية في أشعي سبعة بتقول آية عكسية إن لم تؤمنوا فلا تأمنوا. فلا تأمنوا فيمكن تلخيص أهمية وحتمية الإيمان على نحو ما يلي بالنسبة لله يرضى بالنسبة للعدو يهزم وبالنسبة للإنسان يأمن ما فيش آمان، يعني خلينا أركز شوية عن الجانب التطبيقي. يعني إحنا عرفنا إن لا طريق ولا سبيل للحصول على رضا الله إلا من خلال الإيمان. يبقى يفضل بقى يا خندر نمسكهم واحدة واحدة. يبقى خلاص يبقى بحسب لأن أنا عايز أدخل في الجانب التطبيقي فيما بعد اللي هو الجانب التالت ده. أها. يبقى ناخد النقطة الأولى. رضا الله. بالنسبة لله يرضى. لما يقول الكتاب بدون ايمان الرجوع الى الرساله الى العبرانيه لاحظنا ان كلمه بدون وردت ثلاث مرات بدون بدون م -م. مره خاصه بدم المسيح، مره خاصه بالايمان، مره خاصه بالقداسه م -م. عن الاولى يقول الكتاب بدون سفك دم لا تحصل م -م. لا تحصل مغفره عن الثانيه يقول بدون ايمان لا يمكن, يمكن ارضاءه إرضاء. عن الثالثه يقول ادعوا السلام مع الجميع والقداسه التي بدونها التي بدونها لن يرى احد ارجو ان نلاحظ ترتيب هذه الحتميات الثلاثه يمكن للانسان ان يستغنى عن كماليات الحياه بل يمكن للانسان ان يستغنى حتى عن ضروريات الحياه م. بل يمكن للانسان ان يواصل حياته باعضاء ناقصه لكن فيه لا في ثلاث حتميات الحياه يمكن. الروحيه لا يمكن الاستغناء عنه نمره واحد دم المسيح نمره اثنين الايمان نمره ثلاثه القداسه بالنسبة لدم المسيح لأنه بدون سفك دم لا تحصل, لا تحصل مغفرة ما أقدرش أحصل على الغفران بأي عمل أعمله إطلاقا مفيش ما فيش وسيلة الغفران ما يدفعش فيه تمن طب واحد بيقول أنا بصوم وبصلي وأخلاقياتي جيدة وما بعملش حاجة غلط دي ياخد مكافئتها هنا بس ما نلوش السما؟ لكن ملوش في السماء الغفران خالص؟ بدم المسيح، شوف الكتاب يقول ان كان دم سيران وتيوس مم. ده في العهد القديم ان كان دم سيران وتيوس ورماد عجله مرشوش على المنجسين يقدس الى طهاره الجسد فكم بالحري يكون دم المسيح الذي بروح ازلي قدم نفسه لله بلا عيب يطهر ضمائركم في مقارنه بين مفاعيل دم الذبائح الحيوانيه في العهد القديم ودم ربنا يسوع المسيح في العهد الجديد خرج الرسول الملهم بالروح القدس بهذه المحصله ان دم الذبائح الحيوانيه قديما يتعامل في تطهيره خارجيا فقط مع اجسادنا لكن دم المسيح يتعامل <تسؤال> في تطهيره داخليا مع عمق اعماق ضمايرنا علشان كده مرشوشه ضمائرنا برافو عليك مرشوشه ضمائرنا من مغسوله من ضمير شرير بالظبط والكتاب بيقول الذي احبنا مم. وقد غسلنا من خطايانا مش غسلنا مم. غسلنا يعني نقعنا مره واثنين وثلاثه آه. غسلنا من خطايانا بدمه مم. وجعلنا ملوكاً وكهنا لله ابي فأنتم الذين كنتم قبلا بعيدين صرتم قريبين بدم المسيح الذي المسيح. فيه غفران الخطايا الذي فيه لنا الفداء بدمه غفران الخطايا فبدون سفك دم لا وسيله لا تحصل مغفره يبقى انت كده قفلتها ده انا يعني فتحتها ان, إن لازم وبسطتها. بس لا بس في ناس بتشاهدنا يعني من اطراف اخرى ومن يعني لازم 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 اروح لدم المسيح عشان اقدر احصل على الغفران لو اديتني فرصه الكلام هيجيب بعضه مم. وهنشوف ان الكلام ده منطقي جدا اتفضل. بس خلينا نقطع شويه في الكتاب مم. علشان كده بنلاحظ الحتميه الثانيه بقى اللي مم. هي الايمان الكيفيه اللي بتخليني استفيد من مفاعيل دم ربنا يسوع المسيح في حياتي الحتمي... الحتميه الحتميه الثانيه اللي هي الايمان فبدون ايمان لا, لا يمكن, يمكن ارضائه عشان كده الكتاب بيقول ايه لا تقل في قلبك من يصعد الى السماوات اي يحضر المسيح او من يهبط الى الهاوي اي ليصعد المسيح مم. لكن الكلمه قريبه منك من من في فمك مم. وفي قلبك اي كلمه الايمان التي نكرز بها ان اعترفت بفمك بالرب يسوع وأمن. وامنت بقلبك ان الله اقامه من, من الاموات خلص. خلص فعل ماضي لان القلب يؤمن به للبر والفم يعترف به للقلب فامن بالرب يسوع المسيح تخلص, تخلص انت واهل بيتك ويقول الكتاب لا تخف امن فقط يعني ايماني بالمسيح يوديني السكه اه يود ايماني يوديني أيوه. يو سكه امتلاك مفاعيل الدم في حياتي اللي اقدر احصل عليه من خلاله على الغفران على الغفران فيش وسيله ثانيه ايوه النتيجه بقى للاثنين ايه؟ م. الحتميه الثالثه القداسه القداسه م. الدليل القاطع م. والبرهان الساطع على استفادتي من مفاعيل دم ربنا يسوع المسيح في حياتي بالايمان م. اللي هي القداسه والقداسه التي بدونها لن يرى مع الاخذ في الاعتبار احنا م. مش هنفتح في موضوع القداسه طبعا م. لان كل واحد ده مش موضوعنا ده كل واحد ده عايز تاني <applause> ولو مشينا فيه <applause> عايز موضوع مش هنخرج <applause> ولا في اي اكزيت يقابلنا بقى ممكن نوصل لكندا فالكتاب بيقول والقداسه التي بدونها <applause> لن يرى احد الرب علشان كده الكتاب بيعلمنا ان لا نسلك في القداسه لكي نكون قديسين بل لاننا قديسون بنسلك نظير في, أيضا أيضا قديسين قديسين في, في نظير القدوس الذي دعانا كونوا انتم ايضا قديسين في كل سيره علشان كده بيوصينا مش بجتهد عشان نسلك في القداسه لكن هتعامل مع القداسه بالايمان نظير القدوس اللي دعاني فنظير القدوس الذي دعاكم كونوا انتم ايضا قديسين في كل سيره, سيرة. يعني بينادي يقول يا قديسين اسلكوا في القداسه بالايمان ثلاث حتميات. بالايمان استطيع ان امتلك الدم ايوه بالايمان ارض الله وبالايمان استطيع ان اعيش القداسه الذي دعانا اليها القدوس الذي دعانا من خلال هذه الحتميات الثلاثه موقع الايمان في المنتصف في الوسط. يعني بيسبقوا الدم م. وبيعقبوا القداس. القداسة. الايمان لما يفرد يمينه يمسك بدم المسيح م. ولما يفرد شماله م. يمسك بالقداس فهو كأني بالايمان بمثابة المنظم اللي بينظم العلق رمانة الميزان الجسم اللي بيربط, بيربط آه مفاعيل الدم والغفران مع الحياة العملية التي تسمى القداس وكأن الدم بيعرفني ازاي اسف الايمان بيعرفني ازاي احصل على الغفران وفي نفس الوقت اترجم اترجم اخد رب بالظبط واترجم في اداءاتي الحياتيه السلوكيه اليوميه لذلك يصير الايمان هو العمود والاساس الفقرية. الذي يبنى عليه حياتنا فبدون ايمان ايمان لا يمكن لا يمكن ارضاء عاوز اوضح حاجه بس مم. تقريبيه للتلاته دول مم. اي علاقه زوجيه م. قائمه على ثلاث عناصر نمره واحد المحبه نمره اثنين الخضوع ونمره ثلاثه الثقه توزيع ادوارهم المحبه بالنسبه للزوج الخضوع الزوجة. بالنسبه الزوجة. للزوجه الثقه متبادله بين الاثنين اضعف عنصر في الثلاثه الثقه عنصر هش جدا لكن هو اللي بيربط الاثنين لو, أي... لو... ب... برافو عليك فلو اي طرف من طرفي العلاقه الزوجيه م. اثر في دوره الطرف الثاني بدوره يقدر يلم هذا الكيان الاسري م. ويحافظ عليه نتيجه لوجود الثقه بسبب وجود الثقه م. لكن لو العنصر ده الثقه وقع 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 كل ده البيت وقع فقد يعني فتره ها. المحبه انتهى الخضوع اها آه آه عاوز اقول اذا كان ذلك كذلك في امر العلاقه الزوجيه هكذا بالنسبه كمقارنه رياضيه مع الله فبدون الايمان لن استطيع ان ارضى الله ان ارضى الله لا لن استطيع اولا ان اتمتع بفاعليه دم المسيح أيوة. ولن استطيع ان اصل الى حياه القداسه العمليه التي استطيع من خلالها ان ارى الله الأمر الذي يؤدي بي، 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 إلى أهمية وحتمية الإيمان في الحياة فبدون إيمان لا, لا يمكن, يمكن. فالعبرة ليست بصلواتنا والعبرة ليست بأعمالنا والعبرة ليست بخدماتنا والعبرة ليست بتقدماتنا يعني ومطايانا العبرة ليست بأي اعتبارات أخرى لكن هو الإيمان بالإيمان كلمة مهمة جدا هنطلع بيها فاصل وهنرجع أن الإيمان هو العمود الفقري الأساس الذي يستند ويبنى عليه حياتي بالإيمان أحصل على الغفران من خلال تمتع بفعالية دم المسيح وبالإيمان يترجم إلى حياة عملية أستطيع أن أعيش القداسة التي من خلالها أرى الله تابعونا بعد الفاصل فاصل صغير ونرجع إليكم مرة تانية شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج إذا كان لديك أي سؤال أو استفسار أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info at كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.akarmatv.com أو راسلنا على في بوكس 3610 سيل بيتش كاليفورنيا 90740 مرة تانية برحب بكم أحبائنا المشاهدين في حلقة أهمية وحتمية الإيمان من برنامج الإيمان إعلان وحياة قبل الفاصل كنا بنتكلم في الدائرة الأولى عن الايمان له اعتبار الهي لان بدون ايمان لا يمكن ارضاء الله فالايمان هو العمود الفقري ليبنى عليه حياتي احصل عليه او من خلاله على الغفران من خلال فعاليه دم المسيح يؤدي الى حياه عمليه بعيشها من خلال حياه القداسه التي من خلالها ارى الله. كلام جميل امين الاعتبار الاول اعتبار الهي ما زلنا متواجدين قدامه ارضى الله بالايمان بس بالنسبه لموضوع رضا الله ده من الموضوعات المهمه جدا 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 في المحور الاول بالنسبه لأهمية وحتميه الايمان طبعا بدون ايمان لا يمكن, لا يمكن إرضاء اعتقد ان نسبه ليست بالقليله من جنسنا البشري بتسعى او المهمومه بامر ابديتها بتسعى لارضاء الله واي شخص مشغول ومثقل بامر ابديته لابد أن يهتم بارضاء الله. بس للاسف يا حضرتك بتقول نسبه قليله بتسعى لارضاء الله صح؟ اها لكن في ناس بتسعى لارضاء الله بس بطريقه غلط. خلينا بتعتقد من خلالها انها بتشتري رضاء الله بأعمال أو ممارسات معينة. ما أنا عشان كده عاوز أقول إيه مبدئياً. مم. مم. إن وإن كان السعي لإرضاء الله في حد ذاته أمر مقبول. محمود. لكن المرفوض إني بحاول أرضى الله بطريقتي. أعيشه بطريقة غلط. أه يعني بحاول أنا أرضى الله مم. بمفاهيمي أنا وبطريقتي أنا مم. لكن المنطق والطبيعي. اني لما اكون عاوز ارضى الله اسال الله إيه انت بترضى ازاي يا رب ايه, إيه, إيه اللي يرضيك بالزبط. علشان اعمله مش انا اعمل ما يرضي الله من وجهه نظري انا وبالطريقه اللي انا بختارها مم. الامر اللي بيتعارض مع رضا الله من اساس ما ك... للاسف كثيرين بيعيشوا بالمبدا ده ان انا بحاول ارضى الله بالطريقه اللي انا شايفها صح بالطريقه اللي انا ب ب بقول عليها ان هي بعمل وبسوي وافعل عشان اوصل لرضا الله. عشان كده بنقول اول م. ملحوظه في موضوع ارضاء الله انا بقول تحذير. م. التحذير ده موجود في روميه 8 وعدد 8. م. بيقول لنا ايه؟ لازم ناخد بالنا كلنا من الايه دي. بيقول فالذين هم في الجسد لا يستطيعون ان يرضوا الله. طول ما انا بمارس اعمال جسديه وممارسات جسديه لا يمكن اوصل الى رضا الله. كلمه جسد او جسدي ده تعبير كتابي او تعبير لاهوتي بيكلمنا عن اصل ومصدر كل خطيه فينا مم. والكتاب بيقول لنا كانما بانسان واحد قد دخلت الخطيه الى العالم وبالخطيه الموت مم. وهكذا اجتاز الموت الى جميع الناس اذ اخطا الجميع, الجميع. فبقى عندنا طبيعه فاسده مم. وهذه الطبيعه موروثه على حد تعبير داوود هانذا بالاثم صور وبالخطية وبالخطية حبلت بي أم بي. بي فالكتاب بيسمي الطبيعه دي مره انساننا العتيق وفي مره اخرى يسميها جسد هذا الموت مم. فدي الطبيعه الشريره مم. اللي احنا ورسينها علشان احاول بهذه الطبيعه ان اقول ارض الله مستحيل هتهزم هتهزم لان الذين هم في الجسد لا, لا يستطيعون أن يرضى الله آه علشان كده آه آه في تعبير أنا مش ممكن أنساه لا في آية تانية أخي بس في عدد عشر جزء من الآية الجسد ميت بسبب الخطية الخطية فإزاي بالجسد الميت أقدر ف... أرض الحي مش هينفع واحد ميت يعمل إيه هو ميت مرة واحد قال تعبير حلو قوي لسنا خطاط لاننا نخطئ مم. ولكننا نخطئ لاننا خطاة خطأ. العبره يعني مره واحد بيسال مم. مين الخاطئ قال اللي بيعمل خطيه قال ده صح مم. اللي بيعمل خطيه هو خاطئ. خاطئ واللي ما بيعملش خطيه برضه خاطئ العبره مش باللي انا بعمله العبره بانتمائي للخ... واصلي بالظبط ان الخطيه ساكنه فيا زي ما قال بولس خلينا أوضحها لك مم. ربنا يخليك ويخلي لك انا عندي ثلاث بنات وولد البنت الكبيره اتولدت في مصر والثلاثه التانيين اتولدوا هنا في امريكا آه الاولانيه معاها الجنسيه المصريه والثلاثه التانيين معاهم الجنسيه الامريكيه فلما جينا كلنا هنا امريكا بقى الاربعه امريكان بس على نوعين مم. نوع أمريكاني بحكم المولد دول ونوع أمريكاني مكتسب ونوع أمريكاني مكتسب <applause> هل كونهم هنا معاهم الجنسية الأمريكية كلهم م. ومقيمين هنا في أمريكا وبيتكلموا لغة إنجليزية يبقى معنى كده إن هم بقوا أمريكان؟ لا وإن كان ذلك كذلك لكن العبرة م. مش بالمولد المنشأ سوري في التعبير أصل أبوهم إيه؟ <applause> دول ما اتقطعوش مني، دول مولودين مني، فاصل ابوهم اللي ولدهم ايه؟ مصري مصري صعيدي فاكتسبوا الطبيعة المصرية رغم ميلادهم في أمريكا في أمريكا، فده ما غيرش من حال أصلهم اللي هم ورثينه عن أبوهم، مم. بالقياس مع الفارق، قال لك لسنا خطاط لأننا نخطئ لكن خطأ لكننا خطاة لأننا نخطئ لأننا خطاة لأننا خطاة لأن الخطية ساكنة فينا لأن الخطية ساكنة فيه. مم. والحقيقة الكتاب بيعرفنا آه الذين هم في الجسد لا يستطيعون أن يرضى الله ليه؟ في نفس النص مم. اللي هو آه رومية 8 ذكر طبيعة الجسد اهتمام الجسد, الجسد موت اه من عدة زوايا. بيقول آه نمرة واحد اهتمام الجسد هو موت في عدد مم. ستة لكن اهتمام الروح حياة يبقى نمرة واحد موت الأول في عدد ثلاثة ما كان ضعيفا في الجسد يبقى نمره واحد الجسد ده ضعيف, ضعيف. نمره اثنين الموت نمره ثلاثه العداوه لان مم. اهتمام الجسد هو عداوه لله, لله. ونمره اربعه التمرد اذ ليس هو خاضعا لناموس الله نمره خمسه العجز لا العجزة. يستطيع ان يرضي العكس اه لانه ايضا لا يستطيع ان يرضي ونمره سته الفشل فالذين هم في الجسد لا يستطيعون ان يرضى الله أه ونمره سبعة الجسد ميت الجسد ميت أه في في سفر ايوب مرات الرب له كل المجد يستخدم كده امور رمزيه عشان يوصل لنا مفهوم سامي وروحي راقي علشان يقنعنا بيه انت عارف ان في نوع من السيران نوع سيران مالوفه وحشيه بالتانية. ونوع من السيران اللي هي السيران الوحشيه مم. الكتاب يقول مبدئيا لعل الله تهمه السيران حتى انه يشغل حيز على صفحات عصمه الوحي في الكلام عنها لا لكن على حد تعبير, تعبير بولس الرسول آه كل ما كتب هو كتب لاجل كتب لاجل طالع. تعليم في سفر ايوب 39 اعداد 9 و10 و11 و12 بيتكلم عن النوع الثاني من السيران الوحشيه, الوحشية. بيقول ايه؟ ثمان اسئله الاجابه بتاعتهم الرافض هل يرضى السور الوحش ان يخدمك؟ اطلاقا ويبيت عند معلفك؟ اطلاقا اتربط السور الوحش برباطه في التلم ويمهد الاوديه وراءك؟ اتثق به لان قوته عظيمه وتترك له تعبك؟ اتاتمنه على زرعك ويجمع الى بيضرك ثمان اسئله اديني اجابه عليهم. لا الثمان اسئله الاجابه بتاعتهم رفض اسئله استنكاريه مم. ان كنت لا تستطيع ان تثق في هذا السور الوحش اللي بيمارسوا بيه رياضه زي, زي مصارعه السيران دي بالظبط اذا كنا لا نستطيع ان نثق في صور لان هذه هي طبيعته مم. الطبيعه الجسدانيه اشرس اعنف امرض يعني فكيف ان انا استطيع اثق فيها من خلالها أرض الله انا أرض الله مستحيل علشان كده يجب ان يوجد عامل اخر من خلاله الله. أرض بس الله. لازم اجزم ان الذين هم في الجسد لا يستطيعون أن, ان يرضى الله, أن يرضى الله. ده اول ملحوظه خاصه بارضاء الله عشان كده كل نتاج الجسد مرفوض مرفوض هو ميت محكوم عليه بالموت لان الجسد ميت وان لم اتاكد م. بدايه من هذه الخطوه م. فلن استطيع ان اتقدم قدما لارضاء الله. م. طيب احنا دلوقتي حطينا القاعده الاساسيه او نبرنا على الامر الاساسي المهم جدا م. عجز الانسان وفشله في رضا الله في إرضاء بعيدة الله. عن الايمان. اول مره جت فيها كلمه الرضا العايده على الله م. في الكتاب المقدس كله جت في سفر التكوين وتعالى نشوف حكايتها ايه؟ م. مع موقف نوح لما أيوة خرج من التكوين اصحاح تسعه آه احنا عارفين قصه نوح والطوفان اصحاح ثمانيه يعني انا طلع نوح مذبح الله انا انتظرت على البشر مية 120 سنه اثناء ما كان بيبنى الفلك مم. لكن للاسف الناس ما اتعظتش الناس ما تابتش الناس امنتش الناس ما دخلتش وجه وقت والمده والفرصه خلصت مضى الصيف وانتهى الحصاد ونحن لم نخلص عزيزي المشاهد اسمح لي اوجه لك الكلمه دي يا ريتك تفكر من نفس المنطق اللي نوح كان بينادي به بي حين كانت انات الله تنتظر انات الله لن تستمر وتبكيت الله لن يدوم اصلي من كل قلبي انك تتعامل مع روح الله اللي بيتعامل معك وتتفاعل معه بالخضوع والطاعه وتسلم حياتك للرب يسوع لان الفرصه متاحه الان اليوم يوم خلاص والوقت وقت مقبول ان سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم قلوبك. الناس ما سمعتش بس ناس كتير ما بتسمعش لان الفكره بتعرض الله مش عايزين يعني ناخدها في عجاله في الحلقه دي خلينا ناجلها لحلقه اخرى عن اول تعبير ورضا الله وصور رضا الله في الكتاب المقدس لكن الرساله الخلاصيه اللي حضرتك وجهتها في نهايه الحلقه رساله مهمه جدا ودتنا نموذج نوح اللي قاعد يصرخ بيصنع وسيله قد تكون للناس اول مره يشوف الفلك واول مره يسمعوا عن الطوفان واول مره يسمعوا عن ميه تنزل للسماء وأول مرة يسمعوا عن أن ممكن الأرض تباد وكانت الموقف والنتيجة الناس استهزأوا والناس هلكت كيف ننجو نحن إن أهملنا خلاصا هذا مقداره وكان مقدار الخلاص واضح قدام الناس شكله <applause> واضح يا ناس تعالوا أنتوا أنتوا ده للأسف أخسروا في ناس بأيديها اشتركت في صنع الفلك لأن يعني مش نوح لوحده لقطع الخشب ودق وعمل وما هذا علشان كده الكتاب بيقدم رسالة تحذيرية بطرس الرسول الثانية أصحاح ثلاثة بيقول الكتاب علمين هذا أولا أنه سيأتي في آخر الأيام قوم مستهزئون سالكين بحسب شهوات أنفسهم وقائلين أين هو موعد مجيئه لأنه من حين رقد الأباء كل شيء باق هكذا من بدء الخليقة لأن هذا يخفى عليهم بإرادتهم ان السماوات كانت منذ القديم والارض بكلمه الله قائمه من الماء وبالماء اللواتي بهن العالم الكائن حينئذ فاض عليه الماء أمين. فهلك أمين. واما السماوات والارض الكائنه الان فهي مخزونه بتلك الكلمه عينها أمين. محفوظه للنار الى يوم الدين وهلك الناس الفجار أمين. امن بالرب يسوع المسيح تخلص, تخلص انت واهل بيتك لانه بدون ايمان لا يمكن ارضاء ربنا يباركك اخ ثروت واترك معاكم رساله تحذيريه للرب استخدم فيها الاخ خلي بالك وامن بالرب يسوع المسيح تخلص انت واهل بيتك اشكركم لاجل متابعتكم والى لقاء في حلقه جديده من برنامج الايمان اعلان وحياه الرب معكم